أم الملك محمد السادس اللطيفة أم الشرفاء، الأصل ديالها من مدينة القارة، بالضبط من ولاد زيان، يعني أصل ديالها أمازيغي. تولدت عام 1946 وسميتها الحقيقية فاطمة حمو، ولكن تعرفت باسم اللطيفة باش تجنب الخلط بين الزوجة الأولى للملك الحسن الثاني فاطمة أم هروب. ولدت من الملك الحسن الثاني 5 ديال الأولاد، ملك المغرب محمد السادس والأمير مولاي رشيد والأميرات لالة حسناء ولالة أسماء ولالة مريم. ما كانتش كتبغي تبان بزاف في الحفلات الرسمية، بانت فقط في صورة واحدة وهي في حفل زواج بنتها الأميرة حسناء عام 1961. دخلت القصر الملكي مع بنات عمها، وتم فين شافها الملك الحسن الثاني وقدرت تخطف قلبه بسبب الشخصية القوية اللي كانت عندها، مع العلم أنها كانت أقل جمل مع النساء اللي كانوا داخل القصر الملكي. لالة لطيفة عرفت أنها كتبغي تعيش حياتها في الظلام، يعني ما كتبغيش تبان بزاف، وقالوا أنها كتعيش باريس وبالضبط بن ويسيرين مقاطعة هويديسين في قصر أسطوري القيمة ديالو كتبلغ مبالغ خيالية.